جايين دول عملوا ايه؟ جابوا ميكروباص وركبوا الميكروباص ومثلوا ان هما سواق وركاب بيستقطبوا الزبون، بيركب وياخدوا حاجته وبعدين يوقفوا العربية ويرموه. كام مرة نبهنا من الحكاية دي وقلنا انك ما تركبش غير من موقف، ما تركبش اي عربية ماشية كده، ما تركبوش غير من مواقف، والمواقف بتبقى موجودة طول الوقت. هتقولي طب اروح ازاي؟ طول الوقت المواقف شغالة طول الوقت. هتقولي طب انا شغلي بعيد عن موقف بالليل، اتفق مع حد بأجرة انه يوديك يجيبك، اتصرف، لكن ما تعرضش نفسك ان انت اي ميكروباص ماشي كده تروح موقفه. ده عايز اقولك عشان احنا بنركب ميكروباص وبنمشي طبعا في كل محافظات مصر، كمية ناس بتوقفنا رهيبة على اننا أجرة. اقول لهم غراب جدا الناس دي بيوقفوا اي حد كده يركبوا معاه، واحنا تلفزيون نهار يعني حتى ولا شكلنا ميكروباص اجره ولا شكل السواق حتى ولا اي حاجه يعني، ولا حتى بص جوه عشان يشوف ان انا جوه. اي حد يروحه، انا والله عارفه ان المواصلات رزله وعارفه ان الواحد بيبقى عايز يروح وخلاص يحط جتته على الفرشه زي ما بيقولوا، جميل حلو، بس ما ارميش نفسي في التهلكة، وخصوصا لو بنت. نشوف مع بعض. ابراهيم، انتوا ركبتوا جات لكم فكرة العربية دي منين؟ مننا ومن بعضينا كده. يعني انتوا اصلا صحاب ولا قرايب ولا ايه؟ احنا صحاب بس متفرقين بعيد عن بعض يعني. وكل واحد فيكم بيشتغل ولا؟ اشتغل ايه انت؟ نجار مصلح. ايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي؟ شاب مش كويس مشيت معاه. قال لك ايه بقى؟ قال لي انا مراتي تعبانه وعايز 40 جنيه عشان بيتها في الملكه نازله. بس دي ما كانتش اول مره تعمله كده؟ لا فعلا اول مره. مش أول مرة، ده كذا حد تتعرف عليكم. حتى لو 100 واحد هي فعلا ما بقول الصراحة. ايه بقى أول مرة أنت تطلع معاهم ولا أول مرة يحصل كده؟ أنا أول مرة. أنت أول مرة. وبعدين طلعت معاهم، ايه بقى اللي حصل؟ كان معانا عربية هناك وكان معانا سكينة ومطر. أنت اللي سايق؟ لا ما بعرفش أسوق. وبعدين بيدخل الزبون فبيحصل ايه؟ بيركب العربية عادي. بيجي مثلا في أقرب قبل المكان اللي بينزل فيه، في من الطريق كده زي مقطوع يعني في البتوش، فبيوقف العربية بتقف، فبيضطر إن هو يسحب عليه سكينة بيديله كل اللي معاه. أنت بقى اللي بتسحب السكينة دي؟ لا أنا كان معايا مطوة. ما أنت كان دورك إيه؟ قاعد جنب المجني عليه عشان يسكت يعني. وبعد ما بتاخدوا الحاجة منه بتودوه فين؟ بنوقف العربية وبننزله عادي. قولي انت كان دورك ايه في العربية بقى؟ كنت قاعد ورا خالص حضرتك، وكان معايا واحد صاحبي قدام، كنا اللي يركب كنا نرفع عليه مطوة معانا السكينة، كنا بناخده منه الفلوس اللي معايا والموبايل اللي معايا. في حد قاوم في وقت من الأوقات؟ لا مفيش، كله بيطلع اللي معاه؟ أيوة حضرتك. طب والناس اللي بتركب ميكروباص دي ناس غلابة ولا ناس مقتدرة؟ مش كلهم حضرتك، في الغلابة وفي المقتدر. بس مقتدر بيركب ميكروباص؟ في وفي حضرتك. يعني ايه اغلى حاجه خدتها؟ مفيش حاجه. لا يعني ايه اكتر حاجه واحد طلعها من جيبه فانتوا انبسطتوا يعني؟ كانوا 200 جنيه. 200 جنيه دي اقصى حاجه؟ ايوه حضرتك. تتقسم على كام واحد بقى؟ احنا الاربعه. كل واحد 50 جنيه يعني؟ ده كتير؟ لا حضرتك. فكرتوا في الفكره دي ليه؟ قلت مفيش، هي اللي خلتنا نفكروا في كده. يعني ايه مش فاهم؟ انا متجوز وعندي بنت عندها سنتين، كنت قاعد من شغل بقالي 15 يوم. ليه قاعد من شغل؟ ما يكفيش شغل حضرتك، انا صنايعي فني تبريد تكييف. مفيش شغل صنايعي فني تكييف؟ مش لاقي والله. اصل
50 جنيه في اليوم دي تقدر تجيبها من اي حاجه تانية. انا لو انزل اشتغل زبال بس مش لاقي شغل. ما اشتغلتش زبال ليه؟ لاقي شغل حضرتك. انت اصلا مسجل؟ لا. بتطلع الطلعات دي من امتى؟ بقالنا بتاع 3 ايام. 3 بس؟ كسبت قد ايه في 3 ايام؟ كسبت اللي انا جيت هنا واتزليت. ايوه كسبت كام فلوس؟ ولا حاجه. لا يعني خدت نصيبك قد ايه؟ ما فيش حاجه، 50 جنيه ولا حاجه حضرتك في 3 ايام؟ ما كل مره 150 جنيه في 3 ايام؟ وممكن اقل كمان. ولما فكرت تطلع الطلعات دي ليه؟ حضرتك انا مكنتش طالع يعني على هدفي لاي حاجه. انا كان عندي جلسه وهم قالوا لي تعالى معانا اتفسح وكده، مش تعمل حاجه وتقعد جنب الصاله. جلسه ايه انت سوابق؟ ايه؟ جلسه ايه؟ كنت مسوق بعت الحشيشه صغير. كانت الجلسه بتاعت يوم السبت اللي فات، فقالوا لي تعالى اسرق اتمشى معانا وكده تقعد جنب الصاله. يعني انت عندك جلسه يمكن يتحكم عليك فيها، فبدل ما تقعد مثلا تدعي ربنا ولا تعمل اي حاجه طلعت تسرق؟ انا والله النيه ما كانتش اسرق، بس يعني جت كده. ما النيه كانت ايه؟ ان انا كنت طالع يعني معاهم، يعني بعتبر كنت انا كنت في اعتقادي ان انا كنت بودع الشارع عشان هي جلسه عمومي وكده. فلقيت وداع غير الوداع خالص، لقيت نفسي بودع الشارع بان انت توقف ناس تسرقهم بالاكراه. انت بتتاجر في الحشيش؟ مش بتاجر فيه، بس يعني حصلت غلطة كده. ايه يعني كنت واخده توزعه وكنت واخده تاني؟ حكاية السرقة دي جت غلطة و... لا الحشيش اللي انت مسكت بيه؟ لا ده كان حتة حشيشة صغيرة مش حشيش كبير. يعني كنت بتعطاها ولا بتبيعها؟ بتعطاها. يعني انت بتشرب حشيش؟ بشرب. معاك فلوس يعني؟ يعني مش الفلوس، الفلوس زي زي اي شيء. مش الحتة اللي قد كده دي ب100 جنيه مثلا؟ انا كنت جايب حتة ب20 جنيه مسكت بيها اتعملت لي، وكانت الجلسة بتاعتها يوم السبت اللي فات. طيب 20 جنيه قصدي معاك فلوس صاحب مزاج يعني، بتشتغل ايه انت؟ مش اساسا يعني بتكسب؟ يوميتي 50 جنيه. طيب ما عايز ايه؟ يعني غلط. الناس لما كانت بتركب اول ما كنت بترفع عليها السكينة كانت بتعمل ايه؟ انا كنت قاعد جنب السواق، كان ابراهيم قاعد ورا مني وحوده قاعد ورا منه. بيعمل ايه الواحد لما يركب العربيه ويترفع عليه السكينه؟ بيصرخ بيعيط بيصوت بيسكت؟ طلع الفلوس اللي في جيبه وبينزل بياخد بعضه وبيمشي، بس طبعا بيبقى خايف. قول لي عملت كده ليه؟ هو يعني انفعت شيطان. انت سواق؟ انت صاحب الفكره؟ لا هي جت علينا كلنا كده. انت صاحب العربية؟ لا شغل عليها حضرتك. بتاخد مخدرات؟ لا ما فيش، اللي هو حشيش. حشيش ومخدرات؟ ما فيش يعني برشام ولا الكلام ده. لا بس الحشيش مخدرات. ماشي مخدرات بدون مخدرات. يعني الحشيش ده غالي؟ لا حضرتك. ليه بكام؟ كان ب10 جنيه بيبي. 10 جنيه في اليوم؟ شرط يعني. ما هي كانت شيطان يعني مش عارف. 300 جنيه في الشهر حشيش؟ لا مش شرط كل يوم. يعني ممكن فرح بتاع مش عارف ايه كده. بتشتغل ايه؟ انت على تنهاية. بتشتغل على العربية؟ العربية بتاعتك يعني؟ شغال عليها. شغال عليها. الفكرة جت ازاي؟ جت واحنا قاعدين كده، كنا قاعدين في كافيتيريا وبنتكلم وجت كده. ايه قلتوا ايه؟ يعني واحد قدام الكعبة قدام الكعبة في الحروف وبتاع، جت معانا كده. الناس لما كانت بتدخل وتحس انك بتاخد كل اللي في جيوبها وهم مروحين، ما فيش اي تأنيب ضمير صح؟ يعني بتحسش ان ده اخر حاجة في جيبه، وممكن يكون رايح يجيب بيه دواء لعياله، ممكن لانك في الاخر ميكروباص مش تاكسي يعني، اللي بيركب ده على قد حاله. مرة واحدة، مرة واحدة دي لا، زمايلك قالوا 3 ايام. مين؟ زمايلك قالوا 3 ايام. عشان مرة واحدة حضرتك. هي نفس العربية؟ هي اللي بتشتغل عليها؟ 15 لمرة واحدة انا معاها. وهم قالوا 3 ايام ازاي؟ عينة لا. انا ما فيش الا مره واحده لحضرتك اللي انا طلعت مكانتي فيها. ما فيش. سبت كام في المره الواحده؟ ايه سبت كام؟ سبت ايه؟ كام ولا حاجه. لا كام فلوس يعني؟ ولا حاجه.
انا ما لحقتش، ما فيش ولا حاجه. لو كنت بتشتغل عربيه بتقبض كام في الشهر؟ لا ده مش قبض، ده بعد اليوميه والطرف ممكن تروح ب 30 جنيه 20 جنيه كده. وبعد السرقه تروح بكام؟ ما فيش، هي مره واحده وما جاتش. ما جاتش ازاي؟ عيد معايا. ما جاتش ازاي؟ ما انتوا سرقتوا حاجات من الناس. هو اتمكنا في يومين. ايه بس هما بيقولوا 3 ايام. مش دعوه بيهم، انا حضرتك كنت اول يوم اطلع، يعني اول يوم اطلع. قصدي كنت متخيل طيب ان انت هتكسب كام؟ مش عارف، ما اقدرش اقول لحضرتك. قولي بقى ظبطت العربية ازاي؟ والله حضرتك احنا كنا بنمر انا ومعايا زميلي سيادة النواكب احمد طبانة في دائرة القسم، فاشتبهنا في عربية تناية سوزوكي وقفناها، تم استيقافها جايين بنفتشها، لقينا فيها اسلحة بيضة ومسروقات ساعات وموبايلات. اعترفوا على طول في ساعتها ولا؟ اما اصطحبناهم بقى للقسم هنا سألناهم وكده، فقرروا ان انهم ارتكبوا الوقوع. يعني لما بتيجي توقف عربيه في كمين وتشتبه فيها، بيبقى الاشتباه ده حسب ايه؟ يعني بتشك في ايه؟ اول حاجه شكل اللي هو سواق العربيه واللي جوه العربيه. شكل يعني تصرفاتهم، ارتباكهم لما بيشوفونا. على حسب يعني هم تصرفهم هيبقى عامل ازاي، عايزين يهربوا من الكمين، عايزين يهربوا مننا كده. وهم عدوا في كمين عادي وهم معاهم المسروقات دي كلها؟ لا هو حضرتك هم الواضح ان هم ما كانوش شايفيننا في الاول، وبعدين يعني اتفاجئوا بينا بقى فوقفناهم حضرتك.